التي تمر بها تونس خلال هذه المدة. هي الوثيقة الجامعة لهؤلاء الذين اجتمعوا لثمانية أشهر تقريبا. لما أسسنا الحزب كان أول سؤال طرحناه على أنفسنا: ما هي الشروط الضرورية التي يجب أن تتوفر؟ ولا بد من شروط سياسية، ولا بد من شروط فكرية، لا بد أن تتوفر حتى نستوفي مهمة التأسيس. اليوم بعد 3 سنوات كانت مدة طويلة، ولكن كان الطريق صعب، ولكننا كنا نقول بوضوح أن المخرج للبلاد ليس بالتسويات السياسية، تحقيق منجز اقتصادي واجتماعي في البلاد، والرهان الثاني هو سحب التوتر السياسي في الساحة السياسية. أهم رهانين قام عليهم الحوار الوطني للأسف نرى النتائج اليوم أنها لم تتحقق. الناشئة في تونس وللانتقال الديمقراطي، لا نقول هذا الكلام انطباعيا. تأسيس حزب البناء الوطني جاء في ظرف سياسي صعب، لأنه في 2013 و2014 لما كان ثم حوار وطني بين مجموعة من الأحزاب السياسية، كان حزب البناء الوطني موقفه وقتها بدأت الحوارات الأولى لتشكيل هذا الحزب، وواحدة من الأسس اللي تبنات عليها فكرة الحزب هو أنه الحوار الوطني هذا مش باش يقدم حلول للتوانس، وإنما هو قاعد يعمل في تسويات سياسية بين أطراف باش يضمنوا مصالحهم ويستمروا في الحكم. وهذا تقريبا اللي صار اليوم بعد 3 سنوات، نجم نقيموها أنه الحوار الوطني اللي كان في 2013 ما أفضاش للنتائج اللي كانت متوقعة واللي احنا حشتنا به. اليوم جاء المؤتمر التأسيسي بعد 3 سنوات من تأسيس الحزب، بعد ما استكملنا شروط التأسيس الموضوعي للحزب في الواقع، وباش يمثل منعرج لعمل الحزب إن شاء الله في المستقبل. الانتخابات البلدية القادمة طبعا الأصل ديما هو المشاركة في أي انتخابات قادمة. قانون لتبييض الفساد وليس قانون للمصالحة الاقتصادية، حشر بعض الإداريين في هذا القانون هو للتغطية على عدد كبير من رجال الأعمال المتورطين في الفساد، واللي رغم أنه هناك ما يشبه الإجماع الوطني على أنه راهي مصالح البلاد وراهي فلوس الشعب مش تضيع بالقانون هذايا، إلا أنه للأسف رئيس الجمهورية مازال متمسك بهذا القانون، مما يطرح عديد الأسئلة حول علاقته وعلاقة حزبه بهذه المجموعات بلوبيات الفساد الموجودة الآن. على كل أنا ما نتصورش اللي هو الحزب البناء الوطني هو سليل حركة النهضة، هما حزب مستقل على روحه. حضوري اليوم أنا نحب نشجع العمل الحزبي المنظم، العمل الحزبي اللي يأكد على المناضلين ويأكد على الثقافة ويأكد على المشروع ويأكد على الرؤية. أنا نقول أن المشهد الحزبي اليوم مهدد بكثير من التلوث. وجهت لي دعوة أنه يسعدني باش نحضر في المؤتمر متاعه، كما يسعدني باش نحضر في أي مؤتمر متاع حزب جدي يراهن على المضامين وعلى الرؤى وعلى المشاريع. هناك مخاوف من الناس على الثورة ومسار العدالة الانتقالية، وهناك أيضا رغبة في أنه تتحرر الإدارة التونسية وتحرر منها رأس المال الوطني. أنا في بالي الآن الحوار الوطني بما فيه الحوار اللي موجود منا في الشارع في نطاق منا سلمي سيفضي إلى مشروع متاع قانون يحمينا دستورنا ويحمي مسار العدالة الانتقالية ويعطيها دفع معنى آخر.